بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أول خطوة في بناء المسجد من الصفر. بسم الله. بكل بساطة عزيزي المشاهد راح نشرح من البداية ونبدأ معاكم من الصفر ونوثق لكم الأحداث عشان إذا شخص يبغى يسوي يعرف إيش يسوي. فبديت مع الأعضاء اللي حولي والناس اللي جنبي. طبعا الكل خايف مني يا جماعة الخير، ما أدري ليش كأنه في مقلب. وجلست اشرح لهم واحد واحد ان هدفنا فقط التركيز على الاشتراكات، لانها اذا زادت زاد المبلغ. انا بردت من جهتي موضوع المسجد، انتم عليكم التسويق الان راح ننفجر، الجميع راح ينفجر. انتم متى ما تبون، عندكم 4 ايام. ها تم بعطيك جائزه، انا ادري انك انسان مادي معنا. تم متى اخر وقت عندنا التسويق؟ المفروض اليوم تسلمون. ابيك تساعد. باخذ اجر؟ تاخذ اجر باذن الله بس خصمي. طيب، بناء المسجد الفكرة انطلقت من مقطع 7 مليون وأعلننا عنها لكم، ومن يومي صغير كانت واحدة من الأحلام عندي أني أبني مسجد. ولكن كيف الطريقة وإيش الخطوات؟ في البداية خلونا نبدأ بالأجر. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه أنه من بنى مسجدا لوجه الله يبني الله له بيت في الجنة، وغير أجر المصلين والناس اللي تصلي في المسجد هذا الله يكتب لنا ولكم إن شاء الله. فطول الفترة هذه قعدت أبحث وأدور وأدخل النت وأقرأ عن المساجد وين ممكن أحصلها. جلست فترة طويلة أسأل الناس وأستشير، فسألت نفسي أسئلة كثيرة منها، وإيش أفضل المناطق اللي يمكن أبني فيها مسجد، كم التكلفة اللي ممكن تكلفني، هل بقدر أجمعها. وحطيت الهدف أني أبني مع دخولية 10 مليون بنيتي أنا ومتابعين. فقررنا تكون الطريقة كالآتي: الدخل يجينا من مقاطع اليوتيوب، نحاول نغطي في تكلفة المسجد. طيب أحمد، كيف المتابعين يشاركون؟ أنت قلت بنيتي ونيتهم. المتابعين القدامى ما عليكم خوف، تغطيتكم علي. ولكن كل شخص جديد في حال أنك ضغطت على زر الاشتراك واشتركت بالقناة راح يزيد المبلغ تلقائيا. كل اشتراك ب10 هلالات وصلنا 100,000 اشتراك معناته 10,000 ريال، ولو وصلنا 1,000,000 مشترك وصلنا 100,000 ريال. لو تسوي 20 حساب 100 حساب وتقعد تشترك كل ما بترفع المبلغ معانا أكثر وأكثر. وبالأثناء هذه أنا كنت قاعد أجري اتصالات مع ناس تخصصهم بناء المسجد عشان أجمع معلومات أكثر وناخذ أول خطوة مع بعض اليوم. وتواصلت مع الإدارة وقررت إني أسوي اجتماع في المكتب الطارئ الآن. الله يعطيكم العافية بإذن الله. شكرا يا حبيبي. جزاك الله شكرا. بدأ الجميع بدون استثناء من اللحظات هذه يحاول يسوق بطريقته. ممكن المفعول اللحظي ما يكون سريع، ولكن على المدى البعيد أنا متأكد إنه بيكون فائدة كبيرة. اللي قدر يغطينا واللي ما قدر يغطينا، مو بس كذا، حتى خارج المملكة. السلام عليكم. حاليا تواجد في لوس أنجلوس في أمريكا ورايح إلى مسجد أتوقع اسمه إيمان. خلونا نكتب مع بعض. يلا. أنا أقدر بالله بإذن الله مع الرجال اللي هنا نوقف الموضوع. إيه معروف. نجلط بدر. أقدر أجلط بدر. بدر ما بقى له شيء، أنا فاتح عدد قاعد أشوف. ما بقى له شيء. طيب أنا بقول لكم، سيارتكم أبيك تعبيها شعارات كودي 6B. تعبيهم تعبيها كلها اشتراكات سبسكرايب. طيب. أوكي. وتحط صورة وجهي وصورة اللوجو حق قناتي وصورة اليوتيوب وتغيرونها إلى أحد وتدور فيها بشوارع الرياض وتسوق الاشتراك عند كل كبيرة وصغيرة. لو وقفك دورية تسوق الدورية عندي طب ما يدخل، وتصور لي اياها وبنزلها مقطع عندي شورت ولا بيوتيوب بكيف. طبعا ما ننسى الكود S6B. الان عندنا شخص بنحاول ونشوف نشوف يمكن اذا كان الشخص هذا مشترك في القناة خير على خير، ما هو مشترك نعلمه وش الفائدة من الاشتراك حق اللي ويساهم معاه. بسم الله. فمن هذه اللحظات انطلقت المهمة على الجميع، والكل بدأ يحاول بطريقته يساهم في بناء المسجد. All right, what's your name? زكريا. زكريا. السلام عليكم. أنا عبد الرحمن. So what I'm telling you is that my friend is trying to build a mosque. So for each person that contributes and subscribes to his channel, it's like $1 for him. So if you don't mind, can you pull up his channel and just actually subscribe? So if you don't mind, can you subscribe? Yes, sir. Okay, cool. We're done. First one. انت عدوان يوتيوب ساهمت بالمسجد. اوكي بارك الله فيك يا حبيبي. حاب تساهم معنا في بناء المسجد؟ ادخل قناة شو اكس بوك. مجرد اشتراكك انت الان ساهمت معنا في بناء المسجد. شو البوينت يا اخي؟ مجرد انك تضغط اشتراك الان هنيالك الاجر العظيم. What's your name? Okay, to build a mosque in Saudi Arabia, if you subscribe to your channel. So could you pull up YouTube? What's the channel? SH. S6B! ايوه شوف هذا الامر اشتراك. جاء
للاسف كم باقي الحين 7 مليون ونص. حلو ما شاء الله. باقي لها ان شاء الله شوي على ال10 نشوفكم باذن الله. الان انت مساعد في كسب الاجر. هذا الرجال الطيب مجرد انك تضغط عند الاشتراك الان انت ساهمت في بناء مسجد. مجرد انك تضغط زر الاشتراك تدخل في مساهمه بناء مسجد يا رجل. الين ما تموت واجر عندك وضعه الدميه. طبعا الكل ساهم بطريقته الا بدر، قرر انه يسوي شيء من راسه. صار فيه اتفاق بيني وبين تشونغ اكس بونغ على النقاط التاليه. اول نقطه انه يعطيني المفتاح ويدخلني 2 مليون. على العموم اشتراك يا اخوان. بالمقابل اني اسوي له واحرص ان تعرض صورته في ناطحه سحاب ومكتوب فيها اشتركوا. فاول شيء اني احتاجه اني القى صوره كويسة لشنك وأحط عليها كلمة اشتراك كبيرة. الآن مع ردة فعل الشخص الأساسي شنك إكس بومك أحمد القحطاني. عسري عسري كانت في اتفاقية بيني وبينك على أساس أنك تعطيني مفتاح الاثنين مليون صح ولا لا؟ إيه. أنك تسمح لي ألف الاثنين مليون في المقابل إيش؟ أنك تحطني على أمانة. أنا تواصلت مع الجهات المعنية تمام. والمختصة عشان احقق هذا الشيء وسويته في ما سلام كيف نمسك المكسون. كذاب صادق ولا ايه؟ هذا برج جدير اللي بالخبر. ايه لحظه بدر انت صادق ولا هذا مركب؟ عندك اي احد بالخبر؟ دقيقه هل انت صادق؟ كيف اعرف انه مركب ولا؟ طيب خلها انت مصدق. انا شاك. ما انت مصدق. ما انت مصدق. ما انت مصدق. ما انت مصدق. طيب المقطع تحسه كانه كذا بتشويش يا اخي. انا عارف. طيب ما في مشكله. اوكي شوف شوف الفيديو الثاني. الفيديو الثاني شوف الفيديو الثاني. ناطحه سحاب بدر شونغ اكس بونغ ناطحه سحاب. احمد 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 تكلفت انا تكلفت وتواصلت مع اللي ما يتواصل معه. ايه قسما بالله جبار احمد. اقول لك انا تواصلت مع اشخاص اول مره اتواصل معهم بس قاعد احس انها مهي بصدقيه. ليه جودتها كذا ولا عشان ارافعها انت لي؟ هي رهيبه مره بس جودتها. احمد هذا اسمع صوت سيارات صوت بشر. هي واحده من ثنتين اما اللي سواها واحد مو طبيعي اما انها تسويتها. بس انا بمشي مع اللي تسويتها في حاله واحده. ابيك تقول والله انها مهي بمنتج. الشيء الثاني اللي ما يعرفه احمد انا قلت بحط صورته على ناطحه سحاب ولكن هل هي تكون صدقيه او لا؟ انا ما حددت. والله العظيم اني تواصلت مع اشخاص اول مره اتواصل معهم عشان اسوي لك حاجه. حرام عليك قسم بالله يا اخي. ما ينفع ما يفيد لك المعروف. ما يفيد لك رب الكعبه قسما بالله. ما اكمل مقطع يا شيخ. انا مبزر يا شيخ. والله ما يرتاح قسم بالله. أمانة اكتشفت شيء. أولا أن بدر ثعلب كبير ونصاب. ثانيا أنه يعرف يمثل ابن الذين ومشت عليه. وصلنا للحظة المنتظرة. إحنا الآن بالمكتب والمكتب هو مكان الاجتماعات اللي تطلع لكم منه الأفكار القوية. وهذا هو أبو زياد اللي بيبدأ معنا رحلتنا. أسعد علي أبو زياد مالك مؤسسة ارتواء التنمية. حياك الله. الله يحييك. والساعة المباركة. والله يكتب أجرنا وأجرك. إياك إن شاء الله. الآن بندخل في العميق وبنتكلم عن موضوعنا أكثر. جاهز؟ جاهز. بسم الله. ففي الأثناء هذه جلسنا نتكلم عن المساجد وين ممكن نبنيها وأفضل مكان وكم السعر والتكلفة وكم قدرنا نجمع وكم قدرنا ندفع. فجلس أبو زياد يشرح لنا المساجد وين ممكن تنبني وكم المدة في هذا التصميم. طبعا هذا الجامع كخيار أفضل عشان المساحة المطلوبة. طيب أبو زياد إذا ما عليك أمر شيء زي كذا كم تقريبا يأخذ مدة؟ غالبا مدة التنفيذ الجوامع الكبيرة تاخذ لها من 10 شهور الى سنة تقريبا. ضاق صدري شوي يوم درينا انه ممكن ياخذ سنة ولكن ما يأسنا وحاولنا مرة ومرة ثانية. طيب انا بقول لك الصدق والله وبادخل معاك وانا واضح ما تنفع سنة. بس ابغاها قبل نهاية السنة هذه. يعني قبل سنة بكم يعني كم؟ ابغاها في 2023 لاني انا رابط المسجد ابيه يخلص مع دخوليتي باذن الله ال 10 مليون. فلو سنة مرة كثير يعني ابغى 6 شهور ماكس. مستحيل يعني ليه مستحيل يعني مدة كبيرة صراحة. انا داري بس لو قدرنا ندفع من الان في اللحظة هذه دفعنا جزء من المبلغ هل من الممكن بتحاول؟ صراحة بحاول والله احاول. اخذ وعد انك بتحاول باذن الله انه يخلص في السنة هذه عشانك وعشان متابعينك نحاول. الله يجزاك. ابغاه في 6 شهور ماكس. ابغى السنه دي تنتهي انا باذن الله فاتح المسجد ومصلين فيه. ابيه يخلص باقرب وقت نقول ان شاء الله باذن الله. ارجع ايوه ارجع حبه.
هذا بي. هذا ما شاء الله أكبر جامع هذا. هذا جامع؟ جامع. أنا أبغى جامع. هذا أنت تتكلم عن أكثر من 300 مصلي. لا إله إلا الله. 300؟ 300 مصلي. طيب زي هذا الجامع اللي يشيل 300 مصلي كم؟ أنت تتكلم وغير قبل كم؟ وين بنبنيه؟ أنا أبغى أبنيه في مكان الناس تحتاج فيه مصلى، تحتاج فيه مسجد، يعني ما أبغى أحطها في مدينة أريد فيها مساجد كثير. وبإذن الله إحنا بنحطها في إندونيسيا في منطقة مكتظة بالسكان، لأن مثل هالجوامع أنت تتكلم عن أكثر من 300 مصلي لازم تكون منطقة مزدحمة. طيب ليش إندونيسيا؟ ليش مو غير إندونيسيا؟ من واقع المساجد اللي بنيناها في عدة دول، إحنا وجدنا إندونيسيا أكثر يعني القرى أكثرها مسلمين وأهل سنة. إيه؟ عشان كذا صارت من أفضل الخيارات عندنا في بناء المساجد. طيب هل بقدر أروح أنا أغطي؟ تقدر تروح تغطي بإذن الله. بقدر مراحل التنفيذ والافتتاح بإذن الله ضروري وجود. أنا ودي أن المشاهد هو يطالعني الآن يعيش معي التجربة من أول يوم إلى آخر يوم، أبغاه يشوف الطوبة وهي تنحط بإذن الله. بقدر؟ راح يكونون معنا في جميع مراحل التنفيذ. ممتاز. سؤال أهم الآن، الفلوس كم تقريبا؟ جامع، نتكلم على جامع الآن. أنا أتكلم على جامع. إذا بنتكلم عن تكلفة مثل هذا الجامع راح يكون الرينج ما بين 250 ويصل إلى 400,000. 400. طيب ما في مشكلة، نشوف موضوعها. يعني في الرينج هذا ممكن يكون 200، ممكن برضو يكون 200، ممكن يكون 200 يعني. إيه ممكن. لكن بنفس المواصفات اللي أنت طلبتها. أنا بزيد، أنا أباك تحط لي فيه غرفة للإمام. ممتاز، سكن إمام. سكن إمام. ممكن نضيف سكن إمام، وأبغى أحط لوحة فيها متابعيني واسم المسجد وأرتبها هذه معكم بإذن الله. ممتازة. حددنا التكلفة وكانت الميزانية من 250,000 إلى 400,000 والمدة 6 شهور. يعني الأفرج. طيب عشان أكون معك واضح، أنا أبغى أبدأ من الآن. أنا موزع الشباب، كل واحد في منطقة، الجميع قاعد يشتغل، قاعدين نحاول نجمع أكبر قدر عشان نوصل للهدف اللي هو 10 مليون، عشان نكمل باقي المبلغ. مقاطعي والدخل يجيني من اليوتيوب حاط منه جزء للبناء المسجد هذا، جزء خيري، فأنا شغال من جهتي، بس برضه أبغى تعاون من جهتك. فأنا أبي أعرف مبدئياً، أنا ما أقدر أعطيك 300 ولا 400 كاملة صراحة، أكون معك صادق. فكم الدفعة الأولى اللي ممكن أقدر أعطيك إياها؟ يعني ممكن لو بدينا ب 100,000 كبداية. عشان أكون معك واضح، إحنا الآن قاعدين نحسب المبلغ بعد المشتركين، والمبلغ اللي قدرنا نجمعه 50,000 ريال، والمبلغ هذا قاعد يزود كل ماله. فأنا بسوي معك اتفاق، أبعطيك الآن مبدئياً 50 بحيث تبدأ فيه المشروع وما نتعطل، والوقت مهم معنا، وبإذن الله الأسبوعين الجاية تجيك 50 الثانية بإذن الله. إحنا قاعدين نزيد الآن، والأسبوعين الجاية راح ندخل بإذن الله 8 مليون. وزي ما ذكرت أنا سابقاً، 8 مليون معناتها إن إحنا وصلنا ل 100,000 ريال، وكل اشتراك يحسب بزيادة. أي اشتراك يصير في القناة يزيد الرصيد حق البناء أكثر. فإذا وصلنا 8 مليون بالأسبوعين القادمة تجيك 50 الثانية، وعلى هذا المدى لما نغطي قيمة كاملة بإذن الله. تم؟ خلاص توكلنا على الله. سلم علي. بإذن الله. والحمد لله قدرنا نتم الخطوة الأولى واتفقنا على الأساسيات، والتنفيذ بدينا فيه من اليوم. عموما يا جماعة الخير، أتوقع وصلنا للختام. أتمنى أنكم استمتعتوا، شكرا لدعمكم وكلامكم الطيب، ونشكر الجميع بدون استثناء. وإذا كنت شخص قاعد طالني عندك حسابات مختلفة، تأكد أنك مشترك فيها كلها وارفع معانا المبلغ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء يا حبايب. السلام عليكم.